الموسيقى هي كل حياتي. أنا كنت حاضرة حفل خاص كان في بيت السفير الفرنسي، فتفاجأت أن كانت مغنية إماراتية سارة القيواني، هي سوبرانو، فكانت تتغني بهذا الحفل الخاص، فشدني الموضوع وايد. كلمتها من بعد الحفل، فمن بعد ما التقيت أنا بالسوبرانو سارة القيواني بدأ حبي للأوبرا، وبدأت أخذ دروس خصوصية هني مع مدرسين أو مغنيين أوبرا. Sento in seno che pioggia di lacrime, pioggia di lacrime. شاركت بكثير من الأسابيع الثقافية الإماراتية، مثلاً في بيلاروسيا، أو في آخر وحدة كانت برومانيا، وأيضاً شاركت بالتشيك وبإيطاليا. أكثر التعليقات كانت أن كيف إحنا عندنا مغنية أوبرا إماراتية ومحافظة على الهوية الوطنية وواقفة على الستيج وتغني بلغات مختلفة. آلتي الأساسية هي البيانو، فصار لي أنا أكثر من 9 سنين أعزف عليها، وبالإضافة لغناء الأوبرا اللي صار لي تقريباً 3 سنين. من فترة وايد قصيرة حسيت أن آلتي التشيلو وايد قريبة لي، لأن آلتي التشيلو هي أقرب آلة لصوت الإنسان. أتمنى أن إحنا يكون عندنا معاهد مختصة للموسيقى، لأن الموسيقى هو نفس الاختصاصات المختلفة اللي موجودة عندنا بالجامعات، مثلاً الهندسة والطب وغيرها.